الناس اللي بتنزل البوستات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور هزار او ضحك وحد زميله سرقه، هل ده يقسم عليه؟ لا، هو الاول هنشوف هل ده ليه ملكيه فكريه، ان كان يندرج في حقوق الملكيه الفكريه طبعا لا، لا يجوز السطو او الاخذ من الاخرين الا باذن ياخذ. ده من ضمن الفقه الاسلامي اللي انا يعني شرفني ربي بالتخصص فيه في الازهر، ان هو ممنوع ان سيادتك لو انت في وسيله مواصلات او حتى في جلسه واحد بيقرا في صحيفه او مجله او كتاب، ممنوع انك تتلصص وتقرا بدون اذن. شوف شوف عظمه الاسلام. لكن لو منشور هزار او ضحك والكلام ده لا، ما انا بقول لك الاول هل يندرج في الملكيه الفكريه؟ ان كان يندرج في الملكيه الفكريه لا يجوز، اما اذا كان متاح للناس لا باس. نعم.